ان لا دخول المساعدات والمؤن والغذاء والادويه خط احمر عشان يقدر يصمد. لكن انا عندي خبر اهم من الاليات ده، عايز اقول لك اهم من ال 40 اليه عسكريه اللي النهارده بالسلامه في خان يونس. بس كمجموعه من الاخبار مهمه جدا جدا عن تطورات الاوضاع في غزه، اخبار كلها سعيده بفضل الله عز وجل. لكن عايز اقول لحضرتك على حاجه، ودي حطها حلقه في ودانك زي ما المثل المصري الشهير بيقول، طول ما معاليك يا باشا ما رفعتش رايه الاستسلام انت لم تهزم. طول ما معاليك يا باشا ما رفعتش وقلت ايدك كده وعملت كده وقلت له انا خلاص سلمت انت لم تهزم. طول ما معاليك يا باشا لسه بتقاوم لغايه اخر نفس انت لم تهزم. دي قاعده عسكريه، قاعده دنيويه، قاعده دينيه، قاعده اخلاقيه، قاعده عقائديه لاي مجتمع. طالما ما رفعتش الرايه انت لم تهزم. اما بالنسبه للاعداد اللي وصلت 6000 او 7800 لم يبلغوا سن العاشره في قطاع غزه، نسال الله عز وجل ان يلحقنا بهم على خير. اما اجمالي الاعداد اللي وصل 17400، نسال الله عز وجل ان يلحقنا بهم على خير. بس معلش معلش زي ما بيقولها وائل الدحدوح، معلش مفيش مكان في العالم اتحرر ببلاش. ما نعملش زي محمود عباس الهلهوطه اللي طالع يقول لك احنا عايزين نتحرر بالمفاوضات. راجل تبقى معدي من قدام منه كتيس، بص تيس ماشي قدام محمود عباس على هبطه اللي طلع يقول لك احنا بنعيش تحت بساطين الاحتلال، يعني تحت الاحذيه، تمام؟ او البيادات بالمصري، البياده العسكريه بالمصري. مفيش مكان في العالم اتحرر مجانا. الجزائر وشوف التاريخ، المغرب وشوف التاريخ، تونس، ليبيا، مصر، كل الدول اللي تعرضت لوجود او وجود عساكر اجنبيه او احتلالات او شوف تحررت ازاي. وبص لغزه، بس احنا الايام دي عشان في سوشيال، في اعلام، في تغطيه، فانتوا بتشوفوا المشاهد دي فقط لا غير. لكن مصر عاشت نفس اللي عاشته والجزائر وتونس والمغرب وكل البلاد العربيه اللي كان فيها احتلالات. لكن بقى نروح مع حضرتك على خبر مهم جدا، وده بدايه الاخبار النهارده اللي في وجهه نظري من اهم الاخبار، عايز اقول لك اهم من ال 40 اليه عسكريه اللي النهارده بالسلامه في خان يونس. بس كانوا 36 وال 34 واحنا بنسجل المغرب، لا دلوقتي بقى 40 واحد، عشان بالذات الموضوع ده يا جماعه الا المصداقيه في الاعداد دي بالذات، في الاليات وفي الجنود الا المصداقيه. 41. لكن انا عندي خبر اهم من الاليات ده، اقول لحضرتك ايه؟ لو حسبت كده او رجعت بالذاكره بتاعتك هتعرف ان في منطقه في شمال غزه، منطقه جباليا. هذه المنطقه تقريبا الطيران الاسرائيلي رمى فيها ثلث كل اللي عمله في المنطقه دي، يعني اللي عمله الطيران الاسرائيلي اللي عمله في قطاع غزه كله تقريبا جباليا دي اخذت لوحدها الثلث من القنابل الاسرائيليه، صح كده؟ صح. شفنا اللي حصل من جباليا والناس والمشاهد والكلام ده كله، وبيوت واحياء ما بقتش موجوده، صح؟ صح. لكن من 10 دقائق لما يخرج من قلب 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 جباليا مجموعه من الرشقات الصاروخيه وتوصل لعمق عمق عمق تل ابيب، يبقى انت عسكريا لم تحقق ادنى درجات النجاح العسكري في مخيم جباليا رغم اللي عملته. يبقى انت عسكريا ونفسيا في انظار الجيش وانظار المجتمع الاسرائيلي وانظار قاده الجيش، انت محتاج تقعد 60 يوم تاني علشان تعرف تسكت اللي في جباليا. يبقى انت رغم اللي عملته في نظر امريكا وحلفائها، انت طلعت بلح ولا عرفت تسوي ولا تعمل في جباليا. اللي تعرضت جباليا، جباليا لوحدها تعرضت للي تعرضت ليه هيروشيما في اليابان. جباليا فقط تعرضت للي تعرضت له هيروشيما في اليابان، ومع ذلك الصواريخ طالعه الان من جباليا. يعني معناها ايه؟ عسكريا، نفسيا، اجتماعيا، اخلاقيا، احسبها زي ما تحسبها، حتى على التاثير النفسي على الجنود الاسرائيليين والتاثير النفسي على القاده وعلى المجتمع الاسرائيلي وعلى حلفاء اسرائيل في الغرب، تاثيرها النفسي انت صفر. ومعاك 60 يوم كمان لو انت راجل وتقدر تصمت. ها شوف انت عملت في جباليا لسه بترد عليك. دي كانت جباليا. الحي الثاني او المنطقه الثانيه اللي خرج منها صواريخ الشجاعيه. الشجاعية اللي حصل فيها ما كانش قليل. الشجاعية دي اللي حصل فيها ما كانش قليل. لما تخرج منها النهاردة رشقة صاروخية إلى بئر العبد وإلى عسقلان وإلى تل أبيب الكبرى، إلى مدينة تل أبيب الكبرى، فتوصل هناك الرشقات الصاروخية، يعني معناها اللي أنت عملته طول الستين يوم ولا أي حاجة، لسه إحنا ثابتين، لسه إحنا صامدين، لسه إحنا بنتحكم في الميدان، لسه عتادنا العسكري موجود، لسه لدينا القدرة، لسه ولسه ولسه.
ولسه لما منطقة جحر الديك النهاردة أزيد من 4 آليات عسكرية. جحر الديك اللي انت أول منطقة سيطرت عليها ولا خلصنا، لما يتعمل فيك النهاردة في 4 أو 5 آليات عسكرية غير الكمين اللي اتعمل لـ60 جندي وضابط من 3 أيام، ده معناه ايه؟ انك ولم تحقق ادنى درجات النجاح. اذا يا جماعة قولا واحدا، هم مش قادرين يسيطروا على اي شيء. فلك ان تتخيل لما يخرج بايدن من تقريبا من ساعة او ساعتين، يخرج بايدن ويقول لإسرائيل امامك لغاية نهاية السنة اول يناير يا تكون خلصتي يا تخرجي. ده مش حلاوة من بايدن ولا حاجة، لا شاء من شاء وابى من ابى. اخواتنا واشقائنا في القطاع هيصمدوا ولو الموضوع سنتين، هيصمدوا. بس يصمدوا بايه؟ بمصر اللي خرج خالد ابو بكر مستشار هيئة قناة السويس يقول لك احنا على موعد بسبب الغزاوية اللي جم على الحدود. طب ما السيسي متفق معاهم، لو الجيش المصري بجد جيش وطني، ولو القيادات قيادات وطنية، ولو احنا كلنا وطنيين وكلنا نفس الرأي، يعني احنا النهاردة المعارضة بتتفق مع مصر في نفس الرؤية بتاعت فكرة مش عايزين اخواتنا يجوا عندنا، لا هم على راسنا بس عشان خاطر القضية الفلسطينية فما يجوش عندنا. جميل، كلنا بنتفق في هذه الرؤية. طب هذه الرؤية لها آليات، الآليات ايه؟ ان لا دخول المساعدات والمؤن والغذاء والأدوية خط أحمر عشان يقدر يصمد، انما اصمد على الفاضي، اصمد ومفيش أي حاجة، لا مش هيقدر يصمد، لأن النفس البشرية طواقة للحياة. نرجع لموضوع بايدن تاني. بايدن خرج وقال لنتنياهو معاك لغاية آخر السنة، اللي هو باقي 10 أيام 15 يوم المهم، ولا 20 يوم ونهاية السنة. لا الرجالة في القطاع 60 يوم ولسه بيطلعوا لك صواريخ من حي الشجاعية، وبيطلعها لك من مخيم جبالي، أكتر منطقتين تعرضوا للطيران الإسرائيلي واللي حصل فيهم، لا هيقدروا يصمدوا لغاية آخر السنة ومش هتحقق يعني نتنياهو أدنى 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 درجات النجاح. الصواريخ اللي خرجت النهاردة من مخيم جبالي ومن حي الشجاعية ده يا جماعة فكر فيها بالمستوى العقلي. جماعة دي منطقة إسرائيل قالت إحنا لم نجعل فيها كائن حي على وجه البسيطة في هذه المنطقة، صح كده؟ مفيش فيها كائن حي. طيب هذه المنطقة باعتراف كل المؤسسات الإعلامية والمؤسسات الدولية وباعتراف كل المنظمات، هذه المنطقة منطقة جباليا قال لك هذه تعرضت للأشد مما تعرضت له هيروشيما في اليابان، ومع ذلك بقول لك خد 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 صواريخ، خد 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 خد. يبقى معناها ايه؟ معناها ايه يا جماعة واللي هيحصل لهم لما النهاردة حتى بالمناسبة نائب رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي، مش اللي امبارح نجل رئيس الأركان ركب السبنسة، لا نائب رئيس الأركان الحالي، لما يقول لك علشان نقدر نقول ان احنا حققنا ادنى درجات النجاح بهذا الوضع احنا محتاجين سنتين. إسرائيل لم تستطيع ان تتحمل موضوع السنتين، وانا بقولها لحضراتكم واللي افضل مني بيقولوها، اللي بيحصل الان في القطاع لن يمر عليه 10 أيام 15 يوم وهيتوقف والى الابد. ورغم ما بنشوف من اعداد المدنيين الا ان المدني في المعادلة العسكرية مع كامل احترامي، نسأل الله عز وجل ان يرحمهم وان يسكنهم الفردوس الاعلى من الجنة وان يجعل عوضهم في الاخرة يا رب العالمين عما شاهدوه في الدنيا، لكن المدني في المعادلة العسكرية صفر، ما لم ترفع راية الاستسلام زي اليابان مع ما حصل لها اللي في هيروشيما، ونكذاك راح ترفع راية الاستسلام. اما الرجالة في الشجاعية وفي مخيم جباليا بيقول لك احنا مش اليابان، هنا غزة وعلى هذه الارض ما يستحق الحياة. سلام عليكم.